يقول: ما حكم من اقترض أموالا من البنوك بفائدة إذا كان هناك ضرورة لذلك كبناء منزل خوفا من الضياع، أي لديه قطعة أرض ويخشى أن تضيع؟ هذا كذب، ليس هناك ضرورة للربا أبدا. لو كان هناك ضرورة للربا لبينها الله جل وعلا. الربا لا يجوز مطلقا في حال من الأحوال، وبناء البيت ما هو ضروري. يا أخي استأجر لما تحصل دراهم وتعمر بيت، ما هو بلازم تبني بيت، ما هو بضرورة. هذا أكثر الناس مستأجرين الآن، ما لهم بيوت وماشيت أحوالهم. نعم.